معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. صباح الخير يا أستاذ أكرم. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني أستاذ أكرم، تابعت إزاي إجلاء الجالية المصرية في السودان والجهود المصرية المبذولة في هذا الملف تحديدا ما بعد اندلاع الأزمة في السودان؟ والله هو منذ اللحظة الأولى أي حد متابع عارف أن الدولة المصرية تعاملت مع الأمر بجدية وفي خطوات مختلفة. نعم. تم تشكيل خلايا أزمة، وطبعا إدراك مصر للوضع في السودان وموقف مصر سواء من كافة الأطراف أو من كافة القوى، مصر ما هياش داخلة مع أي طرف وقادرة طول الوقت على نسج علاقات وإيقاف اتصالات مع كافة الأطراف. والحقيقة أنه دي مش أول مرة احنا فاكرين المصريين في أفغانستان في عز الصراع الأخير أو ما جرى في أوكرانيا. الحقيقة صحيح. مصر يعني مش بس مصر، يمكن كمان عشان مع إدراكها للوضع الجغرافي والوضع الاجتماعي والعلاقات في السودان ووجود مصريين هناك في عدد كبير، لكن كمان حتى غير المصريين الحقيقة في أعداد كبيرة، يمكن مش كل ده بيعلن أو مش كل التفاصيل بتتعرف. لا صحيح. في ناس جنسيات أخرى الحقيقة ومسؤولين آخرين اتصلوا بمصر لإجلاء رعاياهم من هناك. منذ اللحظة الأولى الحقيقة الموقف المصري كان واضح، أنه مصر حريصة أولا على أنه الوضع في السودان يستقر، وأنه كافة الأطراف تقعد بسرعة، وأنه ما يتدهورش الوضع. الأمر الآخر هو اتصال مع كافة الأطراف زي ما حصل في ليبيا أو في غيره. الأمر الثالث هو خلايا أزمة طول الوقت، سواء من الاتصالات الخارجية أو الأجهزة المعلومات أو كافة المؤسسات الحياة تشتغل زي خلايا مختلفة على كأنها على قلب رجل واحد. صحيح. وبالتالي هذه الجهود أثمرت لما احنا رأيناه. يمكن كان في ردود واضحة جدا على كثير مما وصف في اللحظات الأولى لتثبت التجربة، أنه مصر مدركة جدا للتفاصيل اللي هناك، عندها قدرة على التواصل مع كافة الأطراف، السوابق اللي قبل كده نفس الشيء. فسواء بعلاقات الجوار وعلاقاتنا مع السودان أو حتى فيما يتعلق حتى العلاقة مع الأخوة السودانيين، يمكن ناس كثيرة يمكن ردود الأفعال كلها أو أغلبها بتعود إلى أنه مصر كانت من أكثر الدول اللي فتح أبوابها حتى لبعض الحالات الإنسانية منذ البداية، وحالات الدخول وأبطال أو حالات مختلفة من الأخوة السودانيين، وده ظاهر جدا يمكن وعكس وضع احنا يمكن عندنا من كتر الرحلات اليومية اللي موجودة بين مصر والسودان، يمكن عندنا مجازا ما يطلق عليه في محطة رمسيس، محطة المطار السوداني، المكان اللي بيقف فيه موقف الأوتوبيسات اللي جاي من السودان. يعني هناك دائما علاقة حركة ما بين المصريين والسودانيين، بالإضافة لوجود اتفاقية ما بين مصر والسودان بتنص على حرية الحركة بين الموظفين السودانيين والموظفين المصريين اللي موجودين. فالعلاقات والروابط دائما ما ستبقى مستمرة. في ظل الاتفاقات الموجودة دي، إزاي يتم تأمين المصريين والسودانيين وهو ما تحرص عليه مصر في نفس الوقت؟ ده اللي حاصل سواء في محطة أرقين أو في التحركات منذ البداية لنقل المصريين. زي ما قلت كان في وضع إجابات غير مباشرة وإجابات مباشرة على أسئلة كانت مطروحة من الاتجاه. المصريين يعني الأخوة السودانيين كتير، اولا الاتفاقات اللي موجوده بتاعت التنقل والدخول وغيره. نعم. والاجراءات المختلفه طبعا بيبقى في اجراءات، اعتقد انه شهادات الاخوه السودانيين واضحه جدا بانه مصر كانت اسهل دوله، وكانت طول الوقت هم اللي كانوا بيتكلموا على اطراف اخرى او دول اخرى او احنا يجب مش عارف ايه. اعتقد انه وجدوا الاجابات بشكل واضح وطريقه التعامل، وانه في 24 ساعه السلطات المصرية مستمرة سواء بناء على اتفاقات أو بناء على العلاقات على فكرة الإنسانية والتاريخية والاجتماعية. صحيح. بيننا وبين السودان، يعني في علاقات مصاهرة، في علاقات نسب، في علاقات دم، في علاقات النيل. أعتقد أن ده كاشف جدا لي، وفي إجابات واضحة جدا عن كثير من الأسئلة اللي كانت مطروحة، ويمكن بعض السحابات أو بعض المحاولات لتصوير الأمر على عكس الحقيقة. يعني كل الأخوة السودانيين زي ما انت بتقولي سواء في
حضرة رمسيس أو في أرجين أو في على مدى الطريق. مش بس الحقيقة السلطات المصرية والدولة بتتعاون والمؤسسات المختلفة، لا كان حتى المواطنين المصريين ازاي بيتعاملوا، ازاي بيفتحوا نفسهم، ازاي طول الوقت ان هم حريصين ان يقولوا يا جماعة السودانيين دول اخواننا ويجب ان يكونوا موجود. ودي العلاقة الطبيعية على فكرة من مصر تجاه كافة الدول العربية. يعني طبعا السودان لها وضع خاص وهم اشقائنا وشركائنا في النيل، لكن اي دولة عربية او اي شعب عربي تعرض لمشكلة في وقت من الاوقات كانت مصر هي المفتوحة، ودي نماذج موجودة مع اليمن مع العراق. لان يا استاذ اكرم الموضوع مش فكرة روابط اخوة او نسب ومصاهرة ولا حتى يعني علاقة حدودية، الوضع ما بين مصر والسودان أكبر بكتير، بنتكلم على شعب وادي النيل، وعلشان كده يمكن مصر منذ اندلاع هذه الأزمة وهي تقف على الحياد تماما ما بين الطرفين، ويمكن شفنا الاتصال الهاتفي مع سيلفا كير وإزاي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يكون الحل نابع من داخل السودان، حل سوداني سوداني. والأهم من ده كله يمكن زي ما حضرتك ذكرت غرفة إدارة الأزمة بتؤكد ان امن المواطن المصري خارجيا قبل داخليا هو خط احمر. بنشكر حضرتك الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر.